مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج ضيف التحرير. مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تسابق الأحزاب السياسية الزمن لاستمالة الناخبين عبر برامج حزبية تراعي الحالة الاقتصادية والاجتماعية للناخب المغربي، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على حياة الناس. وبعيدا عن كورونا، يأتي العرس الديمقراطي المنتظر في ظل أوراش كبرى أطلقتها المملكة من أجل بناء مغرب الغد عبر بناء يستهدف الإنسان. كل هذه التطورات تجعل من البرامج الحزبية في غاية الأهمية بعين الناخب المغربي. وللحديث عن انتظارات المغاربة بالإضافة لخطابات الساسة، يسرني أن أرحب باسمكم بالدكتور عبد الحميد بالخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والذي ينضم إلينا مباشرة عبر الإنترنت من العاصمة الرباط. دكتور، أهلا ومرحبا بك في ضيف التحرير. أهلا وسهلا سيدي. دكتور، بالأمس كان معنا في ضيف التحرير الدكتور عبد الوهاب الرامي، أستاذ الصحافة في المعهد العالي للإعلام والاتصال. هذا الأخير وصف الاستحقاقات المقبلة باللحظة السياسية والإعلامية بامتياز. وحين نحاور الساسة يتحدثون عن عرس ديمقراطي استثنائي. ما الذي يجعل هذه الانتخابات تكتسي كل هذه الأهمية؟ هل هي بداية لمرحلة انتقالية جديدة في تاريخ المملكة قد تكون على مستويات عدة؟ بكل تأكيد هي مرحلة دقيقة جدا، على اعتبار أنه استكملنا اليوم 10 سنوات من أعمال دستور 2011، بمعنى أن دستور 2011 وصل إلى لحظة النضج، ومن ثم هناك آفاق جديدة. أضف إلى ذلك أن هناك مشاريع سياسية، هناك أيضا نموذج تنموي جديد يعني مطروح يعني فوق الطاولة للنقاش، هناك أيضا مشاريع اقتصادية، هناك الجائحة، يعني هناك أيضا تحديات كثيرة تطرح على المغرب، وتأتي هذه الاستحقاقات في ظل هذه أو في سياق هذه المعطيات. ومن ثم فالاستحقاق له دور أساسي في رسم توجهات سياسية للمغاربة عند اختيارهم للأحزاب التي ستمثلهم، وأيضا ممثلي الأمة الذين سيمثلون الأمة في مجلسي البرلمان. نعم. وأيضا في المجالس الجماعية طبعاً. صحيح، والجهات أيضا. دكتور، البرامج الحزبية لم تخرج للوجود بعد يعني، وهناك أحزاب كثيرة تعلمت ربما الدرس، حيث كان يطبع على برامجها لغة فضفاضة، تغيب في كثير من الأحيان لغة الأرقام. هل نحن اليوم بصدد برامج واقعية تحاكي انتظارات الشارع المغربي، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها عبر غياب لرؤى واضحة لما يريد المواطن أن يكون عليه مغرب الغد؟ البرامج السياسية يا سيدي هي في الغالب برامج خطابية تنبني على اللغة، وأيضا على بعض الأفكار التي ترسمها الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى أهدافها، وهي تحاول من أجل ذلك إقناع المواطنين بجدواها، وأيضا بكونها أحسن البرامج من بين البرامج المقدمة. البرامج السياسية في المغرب للأسف لا تقدم وفق معطيات يعني إحصائية دقيقة، ووفق دراسات ميدانية وسوسيولوجية دقيقة مسبقة. غالبا ما يتم يعني صياغتها إما من لدن خبراء أو من لدن القادة السياسيين للأحزاب، ومن ثم فهي في الغالب تفتقر إلى هذا البعد العلمي الإحصائي الدقيق. لكن مع ذلك يجب الاعتراف أن البرامج السياسية هي ليست وثائق علمية، لا يجب أن نخلطها بوثائق علمية، وأنها وثائق يعني تسطر لنا المستقبل بحذافيره. هي فقط وعود قد يستطيع الحزب أو الأحزاب تستطيع أن تحققها، وقد لا تستطيع. مثلا عند الجائحة رأينا كيف أن كل برامج الأحزاب السياسية يعني انهارت. لماذا؟ لأن الظرف الجديد المبني على الظرف الجائحة يعني جعل الأحزاب غير قادرة على أن تستمر في أو تحقق وعودها. إذن البرامج السياسية هي مهمة للتناظر السياسي بين القادة
القادة السياسيين، وهي أيضا مهمة لأنها ترسم الطريق الذي تعيد الأحزاب بأن تسلكها عند وصولها إلى السلطة. صحيح، وفي نفس الإطار يعني، لكن هذه الأحزاب السياسية شئنا أم أبينا هي لن تحكم لوحدها في المشهد السياسي، هي ستكون منضوية إما تحت لواء الأغلبية أو حتى المعارضة بناء على الخيار المغربي الديمقراطي الذي يتعلق بالتعددية السياسية التي تعرفها المملكة منذ ما بعد الاستقلال، وبالتالي يمكن أن تتوفر على ذلك البرنامج، ولكن من الصعب بمكان أن يتم تطبيق هذا البرنامج. وهنا سأعود بك إلى دراسات أكاديمية طلعنا عليها في حلقات سابقة من ضيف التحرير، قام بها أحد الأساتذة الأجلاء، وفي النتائج هناك إقبال على ممارسة السياسية فوق 60% سواء من المنخرطين داخل الأحزاب والهيئات السياسية أو حتى المتابعين عن بعد، ومنهم من يتحدث عن عامل الثقة. اليوم الأحزاب قد نقول بأنها استدركت الأمر، لأن هناك من عبر عن برامجه وبدأ يدخل ما يسمى بلغة الأرقام عبر إحصائيات في التشغيل، في التطبيب، في الأجور، في أمور كثيرة. هل هنا نحن أمام دغدغة للعواطف خاصة بالناخبين، أم بالفعل أمام استراتيجية ورؤية واضحة للأحزاب أو لبعض الأحزاب المغربية؟ نحن نتمنى أن تكون برامج الأحزاب السياسية يعني كاستجابة لمتطلبات الشارع ولمتطلبات الرأي العام الوطني، لكن يجب أيضا الاعتراف أن برامج الأحزاب السياسية الحالية هي لا زالت قيد الدرس، لم نرى بعد برامج سياسية مكتملة. لماذا؟ لأن لا زالت الكثير من الأحزاب السياسية تدرس، عبروا عن بعض منها. صحيح، كلامك صحيح دكتور، بالضبط، ولكن في الخرجات الإعلامية المكاتب السياسية وأعضائها الأمناء العامون لعدد من الأحزاب جلهم تقريبا يعبر عن الخطوط العريضة، ومنهم من لا زال يقيم مشاورات مع الأخصاء، مع الخبراء، مع الفاعلين في مجموعة من القطاعات لتحديد ملامح هذا البرنامج الانتخابي. لأن كل أحزاب سياسية سيدي تريد أن تبني برنامجا سياسيا وفق نموذج أو تقرير نموذج تنموي الذي وضع للنقاش، ومن ثم هناك محاولة لاستنباط بعض المخرجات السياسية من هذا النموذج، وأيضا محاولة من لدن الأحزاب بتجميع بعض الأفكار التي وردت في هذا التقرير من أجل صياغتها في لغة سياسية قابلة للتطبيق. لا عيب في ذلك، وقابلة أيضا دكتور، لا عيب يعني لغة برنامجية، لا عيب في ذلك. نعم سيدي، ليس هناك عيب في الأمر، كل الأحزاب السياسية هي المطالبة الآن بأن تجعل وثائقها المرجعية والانتخابية متطابقة مع التوجه الذي رسمه التقرير النموذج التنموي، وأعتقد أن في ذلك عملا يعني جديا تقوم به الأحزاب في الحال. وأعتقد أن التحدي المطروح بالنسبة للأحزاب السياسية المغربية اليوم هو محاولة تحويل هذه الوثيقة التقرير، يعني وثيقة التقرير نموذج التنموي الجديد، إلى مخرجات سياسية وبرنامجية قابلة للتطبيق في الولاية التشريعية القادمة. أعتقد أن الأحزاب التي ستصل إلى هذا المستوى لربما ستكون هي الأحزاب التي تكون لديها رؤية واضحة والتي يمكن أن تحقق بعض النجاحات في هذا الموضوع. نعم، الخارطة السياسية دكتور يعني في المغرب كما يعلم الجميع شهدت سيطرة عدد من الأحزاب، هذه الأحزاب وصفت في كثير من الأحيان بغير المنسجمة، هي في الأغلبية وأيضا في المعارضة هناك من استفاد من دروس المرحلة. كيف يمكن أن تؤثر هذه التعددية ما بين الأغلبية والمعارضة في استقطاب الناخبين، خاصة تلك الأغلبية الصامتة والتي إن أقبلت على صناديق الاقتراع قد تقوم بما يسمى بالتصويت العقابي؟ سيدي، في كل الديمقراطيات في العالم هناك جانب أساسي يتعلق بعزوف المواطنين عن المشاركة في اللحظات الانتخابية، وهذا العزوف لا يجب أن ننظر إليه بمنظور أو بمنطق سلبي، بل فقط هناك تصورات جديدة وتمثلات جديدة لدى الشباب والنساء وبعض الشرائح الاجتماعية للعمل السياسي خارج الدوائر المؤسساتية التقليدية التي هي
الأحزاب والنقابات والجمعيات ذات النفس السياسي. إذن الانخراط في العمل السياسي يعني نراه أنه قد تحول، والأحزاب السياسية هي مطالبة أيضا بأن تحدث نوعا من الانتقال الرقمي، الانتقال القيمي، الانتقال أيضا على مستوى العمل السياسي، من أجل أن تواكب منتوجها الانتخابي وعرضها السياسي، أن تواكبه مع يعني متغيرات المجتمع والمتغيرات الاقتصادية وأيضا المتغيرات الديمغرافية. لا يمكن استقطاب الشباب وبمنطق يعني لغوي قديم وبمنطق برنامجي قديم، بل عملية استقطاب الشرائح الجديدة تتطلب مجهودا. وأعتقد أن التحدي الآن المطروح أمام الأحزاب السياسية المغربية هو هذا الانتقال نحو الفضاءات الجديدة للعمل السياسي والفضاءات غير مؤسساتية للعمل السياسي. إن استطاعت أن تدمج الأحزاب السياسية هذه الفضاءات في عملها المؤسساتي، نعم، أعتقد أنها ستصل بالفعل إلى نتائج جد مرضية. نعم، ومصداقا لما تفضلت به يعني من ناحية الإقبال، ليس ببعيد يعني أيام قليلة شاهدنا الانتخابات الجهوية في فرنسا وتغير في الخارطة السياسية حتى، ولم تشهد إقبال كبير، بل بالعكس كان هناك عزوف وصف بالتاريخي في فرنسا، وهذا أمر وارد في كل الديمقراطيات. هناك سؤال مركزي دكتور، في المغرب هل يصوت الناخب المغربي في المجمل على البرامج أم على الأشخاص أم على المرجعيات سواء كانت فكرية أو دينية حتى؟ من ناحية علم السياسة نحن نعلم جيدا أن المواطنين في العالم كله لا يصوتون فقط على البرامج. من يصوت على البرامج هم النخب، التي تتناظر في موضوع البرامج. أما المواطن العادي فإنه يصوت من باب أن المواطن الصالح يجب عليه أن يصوت، ومن باب أيضا أن هناك يعني سلوك اجتماعي يتم توارثه ويتم أيضا الاقتداء به، ألا وهو التصويت كترجمة للمواطنة وللانخراط في العمل السياسي. إذن عملية التصويت ليست دائما مبنية على منطق حسابي رياضي بقدر ما هو مبني على منطق يعني عقلاني رمزي صح التعبير، بمعنى أن المواطن يبحث عن الرضا من عملية التصويت أكثر من يعني برنامج قائم بذاته. وهذا ما يفسر لماذا في الكثير من الأحيان البرامج العقلانية والمغلة في العقلانية وفي التدقيق السياسي والبرنامجي لا تجد إقبالا من قبل الجمهور. كما يفسر أيضا لماذا في الكثير من الأحيان البرامج الشعبوية وأيضا بعض البرامج السياسية التي قد نسميها نقوصية أيضا تجد لها يعني مكانا في الرأي العام، أو حتى من يقوم بتلك البروباغاندا من زعماء الأحزاب والذي يكون لديه قدرة على الخطابة واستقطاب الناس، يتم التصويت على حزب فلان ولا يتم التصويت على مرجعية هذا الحزب أو برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي هنا نتطرق لانتقادات الشباب، الشباب الذي اليوم يأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي من برا للتعبير عن آرائه، من الانتقادات التي توجه بعيدا عن شخصنة الأحزاب، يتحدثون كثيرا عن الأعيان، عن الوجوه التي نشاهدها في الماضي وقد تشاهدها في المستقبل، وبالتالي يقول أين مسألة تجديد النخب، في نفس الوقت يتحدث عن ترحال سياسي ويقول أين التناقض حين يرحل شخص من اليمين إلى أقصى اليسار. فهنا تغيب المرجعية وتغيب الإيديولوجيا ويغيب حتى النسق السياسي المتبع على مدى سنوات مع هيئة أو حزب سياسي ما، فهذا يعزز تلك الثقة المفقودة. كيف يمكن أن نجيب عن انتقادات هؤلاء؟ انتقادات مشروعة لكن يجب أخذها بنوع من الحذر. هي مشروعة لماذا؟ لأن العمل السياسي الاحترافي صح التعبير من قبل أعيان سياسيين ومحليين من شأنه أن يبعد هذه النخب عن الوسط الاجتماعي وعن متطلبات الشباب وأيضا متطلبات الواقع الاجتماعي، هذا بكل تأكيد حاصل. لكن أيضا العمل السياسي له أيضا قواعده
وله إكراهاته، لا يمكن الانخراط في العمل السياسي دون نوع من الاحترافية ودون الانخراط التام في هذا المجال. والانخراط التام في هذا المجال من شأنه أن يجعل من هذا الذي ينخرط عضوا في النخبة أو عضوا بالنسبة للأعيان. هناك أحزاب تشتكي، يجب هنا يجب الإقرار بذلك، هناك أحزاب تشتكي بالرغم من وجود برنامج سياسي هادف وبرنامج سياسي عقلاني جدا من قلة الأعيان الذين يمكن أن يترجموا هذه البرامج إلى مقاعد وداخل البرلمان، وإلا ما الغاية من وراء الأحزاب إن لم يكن الوصول إلى البرلمان من أجل تطبيق البرنامج السياسي. هناك أحزاب لديها برامج جد جد محترمة لكنها تعجز عن استقطاب هؤلاء الأعيان، هؤلاء المحترفون للسياسة، لا ننكر من أجل ذلك. تحويل هذه الأفكار إلى مقاعد. صحيح، لا ننكر ذلك دكتور، ولكن والأعيان متواجدون في كل المشاهد السياسية المختلفة من الولايات المتحدة التي يعني تتغنى بأنها الديمقراطية الأولى، الديمقراطيون يستقطبون والجمهوريون يستقطبون من هنا وهناك من عالم المال والأعمال. حين نقول أعيان لا نتحدث عن أمور قبلية ولكن عن أناس لديهم عدم انتماء سياسي ولكن في نفس الوقت لديهم ذلك الثقل الشعبي إما بأموالهم أم بشهرتهم أم بأمور أخرى. ولكن ماذا عن المال السياسي؟ اليوم الحكومة شكلت من النيابة العامة من وزارة الداخلية لجنة مركزية وهناك لجان إقليمية وجهوية ستشرف على نزاهة العملية الانتخابية، على نزاهة عملية التسجيل في القيد الانتخابي، على الاقتراع وما يتمثله هذا العرس الديمقراطي من آليات متنوعة. هل يمكن أن يعزز ذلك المشاركة والإقبال، أن يمنح تلك الثقة المفقودة على الأقل بأننا أمام مشهد سياسي واضح فيه الحكم لصوت الأغلبية، فيه من يسير الشأن العام منبثق من الشأن المحلي عبر عملية اقتراع تاريخية ستكون في يوم مشهود شهر سبتمبر المقبل؟ سيدي، الانتخابات هي استحقاقات مكلفة جدا من الناحية المادية، ولذلك في الكثير من الأحيان هناك بعض الأحزاب التي تتجاوز دعم الدولة وأيضا بعض يعني قدرتها ومواردها الذاتية إلى بعض الأعيان الذين يملكون المال من أجل تمويل الحملات الانتخابية. هذا يعني أمر شائع في كل دول العالم، وهذا ما يفسر أيضا لماذا تقدم الدولة دعما للأحزاب السياسية. هنا يجب أن يعلم الكثير من المشاهدين على أن الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية هو من أجل تمويل هذه الحملات ومن أجل تأطير المواطنين ومن أجل تمكين الأحزاب السياسية من وظائفها التي يحددها الدستور، ومن ثم ومن أجل العدالة. قبل كل هذا العدالة، هناك أحزاب لا تتوفر على مصادر تمويل ولا تتوفر على منخرطين، هناك أحزاب تقليدية تاريخية قل ما تشاء، فلكي تكون العدالة بحملة انتخابية متوازنة بين الجميع بين كل أطراف المشهد السياسي، الدولة تضمن أيضا ألا يتسلل ما سميناه بالمال السياسي إلى هذه الأحزاب لكي لا سمح الله تصبح تخدم أجندات ومصالح فئوية ضيقة ليس المصلحة الوطنية. لماذا؟ لأن كما قلت فالعمليات الانتخابية هي عمليات مكلفة جدا، إن لم يكن هناك دعم عمومي من طرف الدولة لهذه الأحزاب فإن هذه الأخيرات ستذهب إلى يعني ممولين خصوصيين يمكن أن يمولوا الحملات الانتخابية، وفي التمويل الخصوصي للحملات الانتخابية فيه مشاكل أيضا وفيه الكثير من الحرفات التي يحاول القانون، قوانين الانتخابية تحاول أن تحد منها لكنها تظل قائمة مهما يعني كانت الدولة صارمة ومهما كانت هذه القوانين صارمة. ورأينا كيف أن التعديلات القانونية التالية جاءت بعقوبات صارمة في حق من لم يقدم حسابات دقيقة لحملاته الانتخابية. إذن هناك محاولة من قبل الدولة من أجل تخليق الحياة الانتخابية ومن أجل جعل الاستحقاقات الانتخابية لحظات يعني نزيهة لاختيار ممثلي الأمة دون تلاعب ودون تدخل أيضا بعض حتى المراهنة على أن يكون يوم واحد للانتخابات البرلمانية والجماعية
فهذا تحدي بالنسبة للدولة. وكما تفضلت اليوم اللجان التي عينت مركزية أو جهوية أو إقليمية توحي بأن الدولة تقدم اليوم ضمانات واضحة للناخبين وأيضا للفاعلين في المشهد السياسي، وتحاول المحافظة قدر الإمكان على نزاهة العرس الديمقراطي. هل يمكن أن نشهد بالنظر لكل ما تحدثنا عنه اليوم إقبالا كبيرا على صناديق الاقتراع؟ يعني الانتخابات البرلمانية والجماعية قلنا في يوم واحد، التصويت العقابي لأننا اليوم في مرحلة قد نقول صعبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، هناك أمناء عامون لبعض الأحزاب التي تتموقع في المعارضة يتهمون الأغلبية بالقضاء على الطبقة المتوسطة، هناك أزمات اقتصادية، هناك إفلاس لبعض المقاولات، طبعا مع المحاولات الجادة من أجل إنعاش اقتصادي حقيقي، خطوات متخذة لمشاريع وأوراش كبرى تنتظر الذي سيشرع القانون والذي سيعمل على تطبيقه في السلطة التنفيذية، فهناك أوراش كبيرة جدا قد تحفز ذلك الناخب الذي ألف لعبة الكراسي الفارغة وألف المقاطعة وألف الانتقاد فقط عن بعد كما قلنا، خاصة الجيل الحالي الذي يأخذ من منصات التواصل وكأنها ذلك البرلمان الذي يخطب فيه، ذلك المنبر الذي يحاور فيه السياسي وأيضا من يملك زمام المسؤولية. سيدي، نحن نتمنى أن تكون نسب المشاركة مرتفعة، وذلك يعني رهين بمدى قدرة أحزابنا وعلى تعبئة المواطنين من أجل الانخراط في العمليات الانتخابية. لكن مع ذلك فلا أعتقد أننا اليوم سنحقق رقما قياسيا مقارنة مع الأرقام التي عرفناها. لماذا؟ لأن في المغرب العمليات الانتخابية أصبحت روتينية منتظمة تتكرر بانتظام، مما يجعل الكثير من المواطنين ينصرف عنها، وليس في ذلك ضرر في حد ذاته ما دامت الديمقراطية هي تعني بالدرجة الأولى هؤلاء الذين يعني يدلون بصوتهم وهم الذين يقررون في مكان هؤلاء دكتور الذين لم يدلوا بأصواتهم. دكتور إن سمحت لي، عبد الحميد بالخطاب أعتذر على المقاطعة، يعني جائحة كورونا وما جاء من تداعيات بعد هذه الجائحة مست الطبقة البرجوازية، مست رجال الأعمال الكبار، مست أرباب المقاولات الكبرى وأرباب المقاولات المتوسطة وحتى الصغرى، مست من يعملون اليوم في القطاع الاقتصادي غير المهيكل، مست مول الحانوت، مست الذي يعمل في 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 البيع عبر يعني في مرافق عادية في الشوارع أو حتى حوانة صغيرة، أو مست الفلاح، مست الجميع مست بتداعيات جائحة كورونا. وبالتالي حين ينظر الآن إلى الأوراش الكبرى، حين ينظر إلى الوضعية الاقتصادية المحلية، حين ينظر إلى أيضا الأداء السياسي لمن كان في الأغلبية وحتى أداء المعارضة في مراقبتها لما تقوم به السلطة التنفيذية، هو معني بمغرب الغد، معني بالمحاولة سواء من خلال كما قلنا تصويت عقابي أو حتى ترجيح كفة على أخرى، كفة ترجح لأنها مقنعة في برامجها، لأنها ستقوم بذلك التغيير الذي يترجاه في المنظومة الاجتماعية، في المنظومة الاقتصادية، أو حتى على الاستراتيجيات الكبرى التي صارت بها المملكة. فنقول بأنها انتخابات مغايرة لكل هذه المعطيات، وقد تدفع بالمزيد من أجل الإقبال على صناديق الاقتراع. كما قلت نحن نتمنى ذلك بالرغم من أن المؤشرات الموجودة إلى حدود الساعة لا تظهر بأن هناك يعني ونزوع عام شعبي من أجل يعني المشاركة في الانتخابات. أعتقد أن نسب المشاركة في هذه الانتخابات ستكون يعني ستفوق سابقتها لكن بمعدلات بسيطة، وأعتقد أنها هذا يترجم أن العملية الانتخابية في المغرب أصبحت عادية، وهذا المنطق بالفعل هناك الكثير من الشرائح الاجتماعية المعنية بالتصويت بكل تأكيد، لكن كيف يترجم ذلك في يوم التصويت؟ أعتقد أن هذا يقف على مدى يعني قدرة الأحزاب السياسية على تعبئة مناضليها وأيضا
مشجعيها من أجل من أجل الانخراط في العمل الانتخابي. وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما ظهر يعني التوجه الحقيقي لاختيارات الشارع. لماذا؟ لأن نحن نعلم أنه في الاستحقاقات الانتخابية السابقة استفاد حزب أو بعض الأحزاب بعينها من عدم تصويت الكثيف للمواطنين، وهذا في سؤال أخير. سؤال أخير في دقيقة إن سمحت دكتور، يعني هناك تعديلات لكي تلغي تلك القطبية الثنائية التي يسميها بعض الأحزاب بالمزيفة، هل هذه التعديلات التي أجريت منها القسم الانتخابي تقودنا إلى خريطة سياسية جديدة لمشهد سياسي مغاير لما ألفناه على الأقل في الاستحقاقين الانتخابيين الأخيرين؟ لا سيدي، هي لن تحدث تغييرا جوهريا في المشهد السياسي أبدا، بل ستحافظ على نفس الأحزاب السياسية، يعني تقريبا 6 إلى 7 أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، وستظل هذه الأحزاب يعني هي التي يعني تمثل في البرلمان، مع فارق واحد وهو أن الفارق بين هذه الأحزاب سوف لن يكون شاسعا كما كان في السابق، سوف يتقلص، ومن ثم في الحزب الفائز في الانتخابات سوف لن يفوز بعدد مقاعد يعني كبيرة. نعم. مقارنة مع الأحزاب الأخرى كما هو الحال في السابق. أشكرك دكتور عبد الحميد بالخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، كنت معنا مباشرة عبر الإنترنت من العاصمة الرباط، شكرا جزيلا لك. شكرا لك سيدي. شكرا موصول لكم مشاهدين على حسن متابعة، لكم أجمل تحية إنما كنتم، وإلى اللقاء.